نستقبل فادي حرب ونسمع منه أغنية خاصة هما يومين. خايف من الدنيا معقول انسى هواك انا ولا يوم ولا ليلة ولا ثانية حقدر انسى مين يا حبيبي تبقى جنبه جنبه ويروح على ناره انت حبيبي انت اللي بحبه والقلب اختاره هما يومين لو يوم راح يمكن ما يجيش حبيبي تاني لينا قرب ليا وما تسيبنيش كفاية شئنا فينا مش كفاية تبقى معايا وابقى يا حبيبي معاك هما يومين وتعالى نعيش الدنيا بتنادينا لو يوم راح عشقك ولا ناسي بقى معقول يجي يوم واسيبك واحب عليك قولي يا غالي احلم له تاني وانت فوق احضاني ده انا يا حبيبي مخلوق علشانك وهواك علشاني هما يومين وتعالى نعيش لو يوم راح يمكن ما يجيش حبيبي تاني لينا قرب ليا وما تسيبنيش كفاية شئنا فينا مش كفاية تبقى معايا وابقى يا حبيبي معاك هما يومين وتعالى نعيش الدنيا بتنادينا لو يوم راح نجم الشعب فادي حرب واهلا وسهلا فيك بهاي هي الغنيه كيفك فادي اهلا كيفك انت فادي انت قبل سنوات قليله حصلت على ميداليه فضيه ببرنامج استوديو الفن صحيح تتذكر شو اخر غنيه اديتها بالبرنامج على ما اعتقد ابوك يمين يا صويه للفنان وليد توفيق طب شو رايك سمعنا مقطع صغير منها أبوك مين يا صبية والسكنة فين يا عنيا أبوك مين يا صبية والسكنة فين يا عنيا لا روح لأبوك من النجمة أنا ليا معاه كم كلمة لا روح لأبوك من النجمة أنا ليا معاه كم كلمة سرحانة ليه
ما ترد عليا سرحانة ليه ما ترد عليا سرحانة ليه يا صبية ما ترد عليا يا عيني يا برافو برافو فادي فادي على حسب علمي أنت اتخذت قرار جدا مهم في حياتك وهو أنك تحولت من المحامة للغناء لكن بتعتبر نفسك أنك دخلت في مغامرة جميلة خالية من المخاطر كل مغامرة وإلى مخاطرة بس أنا من زمان بحب الفن وبحب الموسيقى وعم بتعب كتير وتعبت الحمد لله لحتى أقدر أوصل لدرجة بعدين نبلش الحمد لله ما في مشكلة المهم أنه كفي والمغامرة حلوة لو ما بحبها وبعشقها ما كنت بكفي فيها عموما فادي احنا بنتمنى لك النجاح يا رب والنجاح الدائم واهلا وسهلا فيك مره ثانيه والان راح نتوقف مع استراحه قصيره ونعود بعدها للصعود معا الى القمر مع هاي هي الغنيه